بسبب ارتفاع أسعار اللحمة، الشعب المصري بيأكل لحم صدقة من الجمعيات الخيرية زي الأرمان وبنك الطعام، وكل ده بسبب ارتفاع الأسعار اللي خلت عدد الأضاحي في مصر تقل بمعدل 60% عن السنة اللي فاتت، ووصل سعر كيلو اللحمة ل 500 جنيه. وعلشان كده اتجه المواطنين إنهم يأكلوا فراخ بدل اللحمة أو ما يأكلوش لحم خالص، وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الفراخ ل 115 جنيه للكيلو. وأثناء كل اللي بيحصل ده، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة قال إن الحكومة وفرت كميات كبيرة من اللحوم علشان تكفي الشعب المصري، في الوقت اللي قال فيه الخبير الاقتصادي محمد البهواشي في صحيفة الشرق الأوسط إن المصريين اتجهوا لشراء صكوك اللحوم صدقة من وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية، وده بسبب ارتفاع نسبة الفقر في مصر ل 50%. وهنا كنا لازم نسألكم، يا ترى اشتريتوا لحمة في العيد ولا لا؟ السؤال ده ليكم ومستنيين ردكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر في مباشر مصر.